حاضر يا ماما. ايه ده؟ ايه ده؟ بطني بتتقطع. ايه ده؟ ايه في ايه؟ ايه ده؟ مالك؟ الاكل مشرب. لا لا مالك؟ مالك في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ مالك؟ مالك؟ مالك يا ماما؟ مالك؟ 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 مالك يا هنيه؟ مالك؟ 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 فريده يا قمر اسود يا قمر اسود. الشاشه دي الفرقه دي مش ليه؟ انت بتدعي على مين يا راجل انت؟ هتعمل ايه في النصيحه دي؟ ايوه هشاشه ديك. ايوه الفرقه دي مش ليك. هشاشه ديك الفرقه دي مش ليك. ابني فؤاد وحياه عينيك ما تمد ايدك عليه. انا عارفك شراني، ده واخد بطوله الطبالي، ممكن يهزيك هزية ما تتصورها. لا يا ماما فؤاد الولد ده انا تحت ليفا ليفا بيادي هو ضبط. ما تضربش. لا مش هيضربك إذا جريت. انت لو فهمت الموضوع. ايه الموضوع؟ الموضوع ان الاستاذ ابراهيم نصر. مين ده؟ الاستاذ ابراهيم نصر. مين ده؟ بتاع ايه يعني؟ الاستاذ ابراهيم نصر الممثل. احرقه الجاز. الممثل يا ماما قابلني في قابلني في الشارع. ايوه وقال لي وقال لي انت تقعد تعمل والناس هتموت حواليك. يا ماما ان شاء الله كلهم بخير. انت بتكذبني عمرك؟ لا يا ماما انا طول عمري صادقه ولا لا؟ يا ماما صح يا ماما. صح يا فؤاد؟ صح يا ماما. الراجل ده هيموت الناس دي. ازاي تجيب بضاعه بايظه؟ هشاشه ديك الفرقه دي مش ليك. هشاشه ديك الفرقه دي مش ليك. فؤاد اوعى تقرب له، محدش يقرب للراجل ده خالص. يا ماما يا ماما اقول لك انا سامعك. انا هقول لك انا سامعك. اقول لك الموضوع. انت عملت كده ليه؟ وانت راجل دلوقتي قتلت تلاتة يا أربعة. يا ماما ان شاء الله كلهم بخير. والله والله بخير. الاستاذ ابراهيم نصر قابلني في الشارع وقال لي احنا عاوزين نعمل فقره نضحك بيها الناس. كده انت ضحكتنا؟ ما تحكيليش حكايات. هو ده هش هش يا ديك الفرقه دي مش ليك. في ايه؟ ما فيش حاجه يا ماما. هو قال لي اول ما تتزنق تقول هش هش يا ديك. مين ده اللي قال لك كده؟ الاستاذ ابراهيم نصر. معرفوش. هش هش يا ديك الفرقه دي مش ليك. 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 في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ مين اللي عامل الحاجات دي في العربية كده؟ مين اللي عامل الحاجات في سكت الناس تحت العربية؟ أنا عايز أحكم على كل سكت الناس دي من على العربية. العربية دي مين اللي عمل كده فيها؟ ده فرح يا بيه. يا عم فرح يا سكتهم خليني أربعة معاك. استنى مين اللي عمل كده في العربية بتاعتي يا عم الحاج؟ إحنا زوجناها دي عربيتك؟ أيوه عربيتي. أمال العربية فين؟ أمال زينهم قال لي ليه إنها بتاعت واحد اسمه محمد. اسمك إيه أنت؟ محمد مين يا عم الحاج؟ ده ليه اسمع صوت محمد مين؟ أنت اسمك إيه؟ محمد مين اسمع صوت يا عم؟ قال لي محمد طويل. لا ما فيش طويل أنا اسمع صوت وزي ما أنت شايف خالد كنت كده. طب يبقى إديلك ال 500 جنيه. 500 جنيه هو حد قال لك إن أنا بعت العربية بتاعتي؟ مش بيع يا عم ده إيجار. إيه يا عم الحاج ما أجرتش عربيتي؟ مش عارف أتكلم معاك. والناس الغلابة دول ذنبهم لا حول الله يا رب. يا رب الحاج انا عايز امشي على ورايا مصالح وعايز اجيب عمال وعايز اجيب عمال. استنى بس يا عم الحاج هو. استنى 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 انت بتقول وراك ايه؟ العربيه دي ايوه بتاعتي انا. أيوة. انا راجل مجاول وعايزين انفار عشان تخلص الشغل اللي فوق. انا هم مستعجل عايز اروح اجيبهم. ايه حكايتك بالظبط انت؟ يعني انت رايح ايه اللي هيخليك تعمل انت في عربيتي؟ رايح تجيب انفار. ايوه راح اجيب انفار دلوقتي. الغي حكايه الانفار دلو خالص وهنطلع من هنا على اسيوط. يا حلاوه المولد يعني من هنا على اسيوط. ايوه فيها يا عم انت هتكلم الجاي انت مجنون ولا ايه؟ يا عم فرح مروه وبسته. يا عم انت قاعد هتقطع مروه على بسته. الناس دول مالهم بس بتاعهم. لا حول الله يا رب العالمين. ايش هتقول يا عم الحاج؟ يا عم الحاج يا عم الحاج سكت الناس. سكت النبي سكت النبي سكت. يا عم الناس يا عم الحاج يا بوي يا بوي سكت عليك النبي. انا عايز امشي. هو زعلان زعلان ان انتوا بتقولوا الفار طلع النخل. يا عم مال ماله مال الفار اللي طلع ومال الفار اللي نزل ولا كان الجريد بتاع النخل ولا كان النخلة كلها حتى. هتعجلنا معاك وانت ملكلك على بعضك انت. انا ملكلك؟ ايوه ملكلك. عامل زي تلسه يا رند.
زي تلس ايه؟ ايوه تلس دهرند على النمول الباقي معنا. دهرند يعني ايه؟ ما عرفش دهرند يعني ايه؟ ما انا صعيدي بس عمري ما سمعت. لا ما ولا عمرك هتسمع عنه. ايه تلس دهرند ده؟ لا اله الا الله على النمول الباقي بتاكله. يعني انا ترمي البهايم بتاكله؟ ايوه ترمي البهايم انت و100 واحد زيك كده. اوعى تستدخل نفسك عليا يا انت بتغلط فيا ليه؟ انا جربت لك من بعيد. اغلط فيك وفي 20 واحد زيك من ساعه ما شفتك وانا مش مستريح لك وهي ليله سودا بان عليها من اول. انا اقول لك على كلمه عشان افهمك. أيوة انا حاسك ازاي تقولها عليها الكلمه دي؟ عايز اعرفها انا منين يا بصل عضك وانت كلك دموع يا مثبت العقل والدين يا رب. اظن فهمت يا عم. انت عمال تقول لي بصله وعض وانت كلب عشان تعض؟ مش عيب؟ عيب ولا مش عيب؟ ما عشان انت راجل كبير وتخين ومفشلك ومهزق. انا مفشلك؟ ايوه مفشلك ومهزق. عشان لو مش مهزق ما تعملش كده في عربيات الناس اللي هتاكل فيها عيش. ما تقول لزينهم الكلام ده. لا يحرق زينهم واليوم الناس ما شفت زينهم. قولوها مره واحده وخلاص. فهمت يا عم؟ قولوا مره ايه؟ انا عمرك سكتهم علشان اسمعها مالي وانت. بشتي بنت التهية. اتفضلي يا ماما. ايه ده؟ انزلي يا ماما اتفضلي. عيب. اتفضلي يا امي. يلا يا اختي بلا مروه بلا بتاع. اوعى يا عم الحاج. انزل يا ابو ستتنا على ابو سامح. انزل يا عم. انزل يا ابويا تعبت المعاك. يخرب بيتنا انت في السور ده. يا عم الحاج سكت الناس يا ابويا. يا عم الحاج الله يهديك ما تخليش اعملها معاك. يا عم ما تخليش اعملها معاك يا ابويا. استنى استنى فيه ايه؟ دلوقتي انت عايز ايه؟ عايز المفتاح بتاع العربيه دي عشان اروح اجيب الناس تشتغل. مفتاح العربيه دي؟ ايوه. بتاع العربيه دي مع ابو سته. مين ابو سته ده؟ العريس الصغير. العريس اللي قاعد جوه ده. ده ليلته طويل مش هخليه يبقى عريس واصل. انزل يا عم الحاج. انزل يا بوي. الواد ما بيسمع. ده واد اخرس. ده اخرس ده هو ده عايز الطلب يا عم الحاج. تعال يا بوي يعني. تعال من ايه؟ هعلقه فوق. هعلقه فوق مش سجاله. هعلقه فوق سجاله او علي الضلال اللي يجي ويفكر لكم ضربه بالنار. مفاتيح العربية فيها اللي موت. هل دي المفاتيح؟ اما ما قلتش ليه الدم للأول يا عمي. يا ابوي يلا تعال الله اهي مفاتيحك اهي يا ابوي. مفاتيحك اهي. وريني يا ابوي ايه ده اللي انت هتعمله ده؟ يخرب بيت يومك من اول. اهو اهو. الف الف مبروك. معقول؟ شكرين يا استاذ عرفتك معايا يا باشا. شكرين يا ابوي. طب نحلال تسلم. الف مبروك. شكرين يا ست والله. انا هقول لك على حاجه هتفرحك فرحه. الجايزه يا بوي. الوالدة عايشة؟ عايشة الحمد لله. عايشة. خش عليها بالفيل وشوف ايه اللي يحصل. اخش بيه يا بوي؟ انت مالك انت تكنك مجنون ولا ايه حكاية؟ انا ايه؟ انا مجنون. انت اخش فيل على امي عشان تموت. جايزتك في ايدك. ايه جايزتها يا بوي؟ عارف انت حضرتك دي بتشرب ايه؟ 2 ازان لبن كبار كده. وجبنا منين 2 ازان لبن ده؟ من الجاموس اللي عندكم في البلد يا بوي. ده عايزة مزرعة الجاموس ده. طب ما هي هترضع من الجاموس هناك. ترضع منين؟ دي لسه صغيره. صغيره ده كلها صغيره ده. صغيره اه دي كلها صغيره. يا ولاد انا مخفف عقلي. يا ستتي تعالي فكني وخذي الفقر ده. يا ستتي كلميني. فين انا؟ انا جايالك. يخرب بيتك. علشان انت انسان. بتقول ايه حضرتك؟ لا ما بقولش حاجه. بقولش حاجه؟ ما بقولش حاجه. طب قرب بقى عشان عايز اقول لك حاجه. طيب في ايه؟